اليمين كوب بيعرفش حركة أجنحة الكريمبو، هي حركة للشباب معه بدون احتياجات خاصة. هيك بسلسلة من المبادرات اللي احنا قررنا انه نعملها هاي السنة، هو اليوم 18/5 يوم الخميس، احنا عم نعمل يوم للتبرع بالدم الشعر وعينات اللعاب لسجل النخاع. طبعا كحركة شبيبة بهمنا انه احنا عن جد نتواجد بهيك ايام ونعمل هيك مبادرات لاحداث التغيير الاجتماعي لكل شخص اللي هو عن جد عنده حاجة خاصة. ولما اقول حاجة خاصة انا بقصد كل شخص اللي هو عن جد ممكن يحتاج اي اشي اللي احنا كاشخاص وكبشر نقدر عن جد انه نساعده ونتواجد حده ومعه. بحب انه تلتفتوا لنا، تساعدوا جمعيات، جمعية كلنا معك، جمعية اصدقاء حتى النخاع، للنخاع جمعية كلنا معك بمشروع جدولة، وطبعا لبنك الدم ومادع، اساس دايما احنا عن جد نساعد الاشخاص اللي هن ممكن يكونوا بحاجة. واحنا بخدش الموضوع ممكن عن جد منا ثواني بس عن جد ممكن يحدث فرق كبير. فمن هون من مجلس الكروم أنا بطلب منكم عن جد إنه إحنا نلتفت إلهن ونساعدهن، ومن شبيبة أجنحة الكريمبو بالذات اللي كانت هاي فكرتهن وكانت هاي مبادرتهن وعن جد هذا الإشي اللي هن عن جد حابين إنهن يعملوا، بطلب إنه إحنا عن جد كلنا نلتفت عن جد عن جد إلهن ونساعد قد ما ممكن. جينا تلبي لطلب من الصبية نور فرحات في عندهم حملة تبرع بالدم، تبرع انضمام لسجل نخاع العظمي، تعينات لعاب وتبرع بجدولي. احنا كجمعية من هدفنا انه نزيد عدد المنضمين لسجل نخاع العظمي مشان نقدر نساعد قديش ممكن مرضى بحاجة لزراعة نخاع عظمي من متبرع من خارج العائلة. مرضى اللي بحاجة لزراعة نخاع عظمي هن عادة مرضى سرطان او اطفال اللي عندهم امراض وراثية وبحاجة لزراعة نخاع عظمي، والعلاج الوحيد تبعهم هو زراعة النخاع العظمي. يعني كل العلاجات الثانية هي علاجات مؤقتة، بس إذا بدنا نشفيهم لازم يكون في عندهم نخاع عظمي مطابق للنخاع العظمي تبعهم ويلاقوا متبرع مناسب. قسم من المرضى في لهم متبرع بالعائلة، حوالي 60% من المرضى العرب في لهم متبرع بالعائلة، بيبقى 40% فيش لهم متبرع بالعائلة ولازم نفتشهم على المتبرع من خارج العائلة. وهذا الاشي اللي عمليا احنا بنعمله بجمعية اصدقاء حتى النخاع، ان حلقة الوصل بين السجل وبين المتبرعين العرب في منطقة الشمال. الدكتورة أمال بشارة حلقة الوصل بين المتبرعين والسجل بمنطقة القدس وضواحيها. وإحنا عادة إذا في مريض إذا بيلاقوا متبرع مطابق لمريض بتواصلوا معنا من السجل، إحنا تابعين لسجل عزر متسيون، بتواصلوا معنا وإحنا بنتواصل مع المتبرعين العرب نشرح لهم عن الموضوع من رافقهم إذا في حاجة نرافقهم. أنا بدعي كل شخص من جيل 18 ل45، كل إنسان معافى اللي ما باخد إنسولين، اللي ما باخدش مميعات للدم، اللي ما فيش عنده مشاكل أو أمراض اللي هي مزمنة وممكن كمان يسألنا إذا بيقدر ينضم للسجل أو لا، إنه ينضم للسجل مشان ننطي فرصة لأكبر عدد ممكن من مرضانا. في إشي مثبت إنه التطابق بنفس الفئة القومية هو أكبر، يعني ممكن إنسان يكون مطابق كمان لإنسان من جنسية تانية من قومية تانية، بس الاحتمال أكتر بالفئة القومية تبعت المريض. مشان هيك إحنا بنقول 60% من مرضانا في إله متبرع بالعائلة، في صفات وراثية بالتطابق الأنسجة اللي هي مطابقة بين العائلة، وكمان بالفئة القومية ممكن نلاقي هذه الصفات مطابقة لمريض. احنا اليوم متواجدين بمجد الكروم لتبرعات في الدم، فبتمنى من المجتمع عنا يكون كل يوم وين في تبرعات بالدم يجي يساعد ويتبرع في الدم. هاي الاشي كتير 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 بساعدنا، برجع بشدد كتير بساعدنا. انتوا عارفين عنا يعني بالمجتمع العربي كتير في حوادث وكتير في شغلات اللي هي بتكون مفيدة لنقص الدم، فعشان هيك عنا نقص كتير بالوجبات الدم. بتمنى كتير تسألوا وين في محلات اللي بتبرعوا بالدم وتوصلوا لعنا وتساعدونا. احنا بحركة شبيبة أجنحة الكرنبو فرع مجلس الكروم، احنا كفار هاي السنة السادسة على التوالي،
بهذا المشروع بمتناس مجد الكروم، وانا بفتخر بهذا الاشي برضو كمان اخرى كنت مركز فرع، وبرضو كمان اخرى كبقرة نعاء بفتخر انا بهذا الاشي انه مش فرع مجد الكروم هو من الفروع اللي خلينا نقول مفيدة بالحركة. طبعا حركة شبيبة اجنحة الكروم مش بس بمجد الكروم، هي عبارة عن فروع كبيرة كثير بالدول اللي بتضم برضو كمان عرب ويهود، بس فرع مجد الكروم عندنا هون بالمنطقة هو من الفرع اللي خلينا نقول من الاول من اوائل بالفرع. وزي ما انتم شايفين اليوم احنا حضرنا اليوم عملنا اليوم يوم تطوع تبرع دم عن طريق نجمة داود الحمراء، فإحنا حبينا برضو كمان أخرى نساعد كمان أخرى مرضى السرطان، بما أنه كمان أخرى المشروع اللي قلنا هو هادف كمان أخرى للمساعدة، وكمان ننشر كمان أخرى الابتسامة على وجوه هاي أطوال احتياجات خاصة. برضو إحنا كمان حبينا اليوم أنه كمان أخرى نرسم البسمة كمان أخرى على وجوه مرضى السرطان. فبرضو كمان أنا كمان كمتطوع كمان بنجمة داود الحمراء كمان حبينا أنه كثير نعمل هيك يوم من يوم زي هذا اللي فيه كثير تبرعات، وبتشكر كل حدا عن جد إجا وتبرع وانطانا كمان أخرى انطانا معنوية إنه إحنا نعمل هذا الإشي ونرجع نسويه كمان أخرى مرة وكمان مرة.